بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل والتواصل مستمر مع هذه الانطلاقات الجميلة والانطلاقات المميزة هنا في هذه الفترة المسائية من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق الشوط الحادي عشر والمخصصة أيضا هناك للجعدان محليات الأصايل. الصدارة والمقدمة والمركز الأول شاهين المملوك لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، من يتواجد هناك على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما التحديات هناك من ثاني المراكز في هذه اللحظات. الوصول هناك من هملول سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف النيان وصادق فضل أمين في عملية التضمير والتدريب والعناية من المراكز الخلفية في هذه اللحظات. سمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد النهيان، جمعة بن عتيق الرميثي أيضا هناك من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. بدأ الرقص هنا مع المنحنى الأخير، المنحنى الخطير. الله 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 الله، الصدارة والمقدمة شاهين، القيادة شاهينية، القيادة شاهينية، شعار هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هناك عملية تضمير والتدريب، يا سلام رجل الأمتار الأخيرة هناك أيضا يتواجد في عملية تضمير لهذا الشعار. بينما هناك القدوم، بينما القدوم هنا والكوكب الرباعية الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. دخلنا في الغلاف الجوي، بدينا في العد التنازلي، هنا بدأت الشعارات تظهر. بدأ الرقص الجميل هنا أيضا من الجانب الايمن شاهين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيان محفوظ بن خميس الجنيبي. هناك بدا ينفرد على المقدمه، ولكن شاهين على ثاني المراكز ايضا يتحرك شاهين، ويتحرك شعال هجن الرئاسه احمد بن مطر بن مايد الخيلي هناك على ثاني المراكز. فلله درك على المركز الثالث. هناك ايضا الوجود هملول، قادم هملول، انطلق هملول على ثالث المراكز في هذه اللحظات. سمو الشيخ محمد بن ذياب سيفان هيان وصادق فضل أمين أيضا قادم هنا 500 متر، ولكن هناك شاهين مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول هنا والأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة هنا. جولة الأوامر، شاهين ما زال على الصدارة، شاهين ما زال على المقدمة مع المركز الأول. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هيان محفوظ بن خميس الجنيبي، سلام للشعار العيناوي هنا على هذا التواجد وعلى هذا الرقص الجميل والمميز دائما الذي ينطلق هناك هذا الشعار، وينطلق أبو ناصر خلف هذا الشعار سلام 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 عليكم لعشاق هذا الشعار. وهناك أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا والناموس على فوز شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان محفوظ بخميس الجنيبي. ثانيا هناك الوصول من هملول سمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد الهيان جمعة بن عتيق الرميثي المركز الثالث. لحظات الوصول من شاهين لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، أحمد بن مايد الخيلي. بينما هناك أيضا التواجد من المركز الرابع، هناك أيضا التواجد من هملول سمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان هيان. بينما المركز الخامس كان من نصيب مشكور سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني. هكذا النتيجة للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. هناك 13 دقيقة 11 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيان، وتهانينا لابو ناصر محفوظ بخميس الجنيبي على فوز شاهين. هكذا توقيت المركز الأول. ثانيا هناك التحديات الجميلة من ثاني المراكز. أيضا هناك هملول سمو الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد انهيان وجمعة بن عتيق الرميثي. 13 دقيقة 14 ثانية جزئين من الثانية. بينما المركز الثالث كان من نصيب شاهين، هناك على ثالث المراكز هناك لهجن الرئاسة واحمد بن مايد الخيلي. هناك ايضا من يقود عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة على ثالث المراكز. توقيت المركز الثالث في هذه اللحظات الوصول العبور الى خط النهاية. 13 دقيقة 14 ثانية، 6 اجزاء من الثانية. تهانينا وناموس للجميع.